السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في أول حصة لنا في هذه القناة التي سنحضر فيها طريقة عمل البسبوسة. والبسبوسة كما يعلم الجميع أنها من الحلويات الشرقية وتحضر بشكل أساسي من السميد، وتختلف طرق تحضيرها من شخص لآخر ومن مكان لآخر، وسنقوم اليوم بتحضيرها بطريقة مختلفة ورائعة وجديدة، وهي أننا سنقدمها بدون سرب. فكيف ذلك؟ هيا لنتابع. نأخذ واحد الإناء اللي غادي نوضعوا فيه البيض ديالنا بعد ما خدينا المقادير اللي شفتوها قبل. تنحاولوا ناخذوا البيض وحده بوحده. تناخذوا دابا الطراب، كنطربوا البيض ديالنا شويه بشويه. من بعد ما كنطربوا كناخذوا السنيده كنكبوها حتى هي، اللي كنكبوها تدريجيا، كنكبوهاش في دقه واحده، تناخذ شويه بشويه حتى كنكملوها. كنزيدو نضربو مع حتى حنا تنضربو، تنضربو بشويه وكنزيدو في لافيتاس حتى كنحصلو على واحد الخليط متزانس وشاد في راسو. وكنحيدو التراب ديالنا اللي نساليو منو، ومن بعد كناخدو الزيت كنكبوها في واحد الاناء كبير باش نكبو الزيت مع دانون، جوج دانون، نخلطوهم مزيان حتى كنحصلو على خليط متجانس وكنحسو بيه تخلط مزيان. كنشوفو كيكون بيض مزيان بحال هكا الطريقه اللي كتشوفو. وتناخذو الخليط الاول اللي طلعنا فيه البيض والسنيده، كنزيدو عليه الخليط الثاني شويه بشويه وكنخلطو باش ما طيحش لينا، باش ما يطيحش لينا داك البيض كيبقى شاد في راسو. ومن بعد كنزيدو السميده مع الخميره بجوجهم وكنكبوهم على الخليط ككل، كنخلطو شويه بشويه. وديما تنحاولو من ما نخلطوش ضغط بالزربه باش الخليط ديالنا ما يطيحش. وهكذا كنشوف كنحسو بان الخليط تخلط مزيان وكنحيدوه. وكناخذ واحد لي سيركل 30 على 40 وكنديروا لي بابي كويسون وكنكبوا فيه الخليط ديال البسبوسه ديالنا على هذه الطريقه اللي كتشوفوا معنا. من بعد ما خوينا الخليط كناخذوا واحد سباتشور كنقادو به الجناب ديال الكادر ديالنا، ومن بعد كنديوه للفران نديروا ليه 160 درجه في الحراره وما بين 20 و 30 دقيقه في الفران. من بعد ما طاب كنحاولوا نقادو ليه الجوانب ديالو غير بهذه الطريقه، يعني ساهله البسبوسه ديالنا كتكون سهله جدا. اللي ما بغاش يديرها كما كنقولوا كناخذ واحد الموس باش نحيدوها من الكادر، باش نحاول نحيدوها من الكادر تجينا سهله في التحييد بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معنا. كنحاول نحيدو الكادر وكنحيدو الكادر، ومن بعد غادي نحاول نقطعها على جوج. يعني الطريقه اللي غادي نديرو مختلفه على البسبوسات اللي كنعرفوا، يعني طريقه جديده. وكذلك نسيت ما قلتش لكم، يعني هاد البسبوسة ما تحتاج لا سيرو، يعني بلا سيرو، يعني البسبوسة بعد ما قطعنا البسبوسة ديالنا على جوج ناخذو الكونفيتير، يعني الكونفيتير ولا الغاناش ولا شو اي حاجة بغينا نلصقو بها البسبوسة ديالنا نديروها، ماشي مشكل. يعني اي انا شوف الحاجة اللي يرتاح لها كل واحد. كنحاول ندهنو بالكونفيتير ديالنا البسبوسه من تحت بهذه الطريقه، يعني بسبوسه سهله اللي ما بغاش يديرها. وكناخذوا الطرف الاخر كنحطوا عليها بهذه الطريقه وكنحاولوا نديوها للفريغو تبرد شي مزيان. بعد ما بردت لينا البسبوسه كنجيبوها باش كنفينيوها، يعني الطريقه الاخرى ديال التحضير. وكنحتاج كنحتاجو فيها اللوز محمر ومدردر، وكنحتاجو فيها السكر كلاصي والناباش.
كناخذوا لاباج ديالنا وغادي غادي ندهنوا بها المستعمل الفوق. ويمكن يعني اللوز على حسب التزيين كل واحد وعلى حسب الطريقه ديالو، يعني ممكن دير الكوب، ممكن دير لوز هاشي، لوز ايفيلي، المهم اي حاجه بغيتي. وكناخذوا اللوز ديالنا كنحطو على البسكوسه من الفوق بهذه الطريقه، ومن بعد ناخذ السكر كلاسي كذلك، يعني بهذه الطريقه سهله. كيف ما قلت لكم اهل البسبوسه ما تحتاج العصير ولا والو، يعني هي شيشه اصلا وخفيفه ومزيانه. كناخذ الحل الان، نحاولوا نحيدوها من الطاوله ديالها وغادي نحاولوا نقطعوها. تنبداو نقطعوا لها الجوانب ديالها، وهاد البسبوسه كتجي رائعه جدا، يعني بهذه الطريقه كتجي رائعه وبنينة وزوينة بصحة. ما عليكم إلا تجربوا، وأكيد غادي تردوا لي الخبر. وبالخصوص أنها ما غاديش نديروا لها السير، يعني كيف ما غادي تطيب تنقادوها كنلصقوها وكنخليوها غادي تبرد. الان غنحاول نحيد هاد الجوانب اللي شاطو لينا، وغادي نجي باش نقطع البسبوسه ديالنا على شكل لي ترونش، يعني كل واحد يقطع على الشكل اللي بغا ولا الطريقه اللي بغا، وانما حنا نقطعها بهاد الطريقه اللي كتشوفوا معانا. والان ما بقى لنا الا نحطوها طبق تقديم بهذه الطريقة، وبصحة والراحة. وكنتمنى تجربوها وبصحة والراحة. إلى حصة جديدة إن شاء الله.